كل سنة وحضراتكم طيبين. بطولة أفريقيا بترجع لبيتها 3 شارع صالح سليم، مقر النادي الأهلي الرئيسي بالجزيرة. ده المكان اللي متعودة عليه الأميرة السمراء، هي متعودة على المكان ده وتحبه ومستقرة فيه. يعني بنقول دايما كلامنا عن بطولة أفريقيا أنها البطولة الأغلى عند جماهير النادي الأهلي، وكل محبين النادي الأهلي هدفهم الرئيسي هو دوري أبطال أفريقيا. لكن أن أنت في آخر 5 سنين يبقى البطولة مستقرة عندك 4 سنين منهم، ده مش شيء سهل. أن أنت توصل 7-8 نهائيات على التوالي، ده مش شيء سهل. النادي الأهلي أي أرقام بالنسبة له بقت عادية، أي رقم بالنسبة للنادي الأهلي هو بقى رقم عادي جدا سهل تحطيمه. ليه؟ النادي الأهلي اللي عودنا على كده. جمهور النادي الأهلي خد ال 12 يوم السبت، يوم السبت الساعة 1 كان بيطالب بال 13. ده معنى إنك تكون أهلاوي. الكاس دي اتعودت على وجودها في الجزيرة، ومش دي بس، أي بطولة بيخشها النادي الأهلي الكاس بتاعتها متعودة على إنها تبقى في دولاب بطولات النادي الأهلي في الجزيرة. ده قدر أي أهلاوي، هو للأسف الشديد أنت مش مطالب منك أي شيء غير أن أنت تبقى بطل. الوصول للمباراة النهائية ده مش حلم بالنسبة لنا، أنت بتوصل للمباراة النهائية كل سنة. المركز الثاني ده زيه زي الأخير بالنسبة لك. ليه؟ أنت بتلعب في منظومة هدفها كله المركز الأول. دوري أبطال أفريقيا ال 12 هنحتفل بيه شوية بقى. ليه؟ لأن في فترة تقدر تحتفل بيها شوية، إحنا دايماً ما بنحتفلش. يعني دايماً بتاخد البطولة النهاردة، بكره بتفكر في ال 13 لو عندك ماتش تاني، بتفكر في الدوري، بتفكر في اي بطوله انت داخلها. يعني قدرنا المره دي في البطوله ال 12 ان انت عندك فتره التوقف الدولي دي، هتحتفل بالبطوله ال 12 شويه، وجمهور الاهلي مش متعود على كده بالمناسبه يعني. لكن زي ما بقول لحضراتكم، ده سيستم النادي، النظام اللي ماشي على النادي الاهلي. تعمل اي حاجه انت هتعملها في الاخر، انت هدفك المركز الاول في اي بطوله. البطوله المحببه لدى الجماهير هي دوري ابطال افريقيا. النادي الاهلي بالبطوله دي هيشارك لأول مرة في بطولة الانتر كونتيننتال. النادي الأهلي بالبطولة دي بيضرب رقم قياسي صعب، أقرب منافس ليك عنده 5 بطولات، أقرب منافس ليك، صعب جدا. يعني لازم حد ياخد البطولة 7 سنين ورا بعض عشان يجيب بس الرقم بتاع النادي الأهلي، وده مش شيء سهل. أنت بتلعب في نادي الأرقام القياسية بالنسبة له لا شيء، لا شيء. أي رقم قياسي ممكن تحلم بيه النادي الأهلي هو صاحبه، سواء ببطولة أفريقيا، سواء بالدوري المصري، سواء بأي حاجة. هنبدأ نرحب بحضراتكم في خلال حلقتنا اللي مليانة مفاجآت النهاردة، لكن كعادة حلقتنا نروح للعنوان. احتفالات الأهلي مستمرة ومكاسب عديدة من التتويج الأفريقي. مجلس إدارة الأهلي يشكر الإدارة التنفيذية. سيدات سلة الأهلي يواجه سبورتنج في 3 لقاءات نهائي دوري السوبر. منتخب مصر يواصل استعداداته لتصفيات كأس العالم وينتظر صلاح. الكعبي إنجاز تاريخي للهداف المغربي في اليونان. واكيد عندنا مفاجآت كتير النهارده وحلقه مميزه. طبعا الحلقه اللي بعد دوري ابطال افريقيا لازم تبقى مميزه. خلال حلقتنا كعادتنا يعني بالاحتفال، احنا ما بناخدش وقت كتير في الاحتفال، لكن عندنا ما نحتفل بيه في الفتره دي كعاده جمهور النادي الاهلي في 7 دي سبورت. هنحاول نقدم لكم حاجه مختلفه الى حد كبير. يعني عندنا بقى تفاصيل وكواليس كتير، ولا زالت الاحتفالات مستمره داخل القلعه الحمراء. يمكن اول مره زي ما قلت لحضراتكم نلاقي وقت نحتفل فيه شويه، وده مش المعتاد داخل النادي الاهلي. وقت الاحتفال دايما بيبقى مقتصر على ليله المباراه، لكن المره دي التوقف الدولي سمح لنا ان احنا نحتفل بدوري ابطال افريقيا، نقدر نحتفل بالبطوله ال 12، نقدر تاخد حقها شويه ما تتظلمش زي البطولتين اللي بعد التاسعه. احنا من بعد التاسعه تقريبا ما بنحتفلش قوي يعني، لكن المره دي في احتفال، لكن لا تتعارض مع التركيز في كل الملفات الخاصه بالنادي الاهلي وكذلك فريق كره القدم. نحتفل واحنا عينينا على الاهداف اللي جايه. كمان عندنا مكاسب كبيره جدا قدرنا نحققها من البطوله دي. لقطات كتير الواحد ممكن يتكلم عليها في نهائي دوري ابطال افريقيا، اولها التنظيم المشرف جدا اللي قدمه النادي الاهلي وابهر الكاف. الكاف اللي طبعا نظم بطولات كتير جدا، عنده تاريخ من تنظيم، لكن تنظيم النادي الاهلي مختلف. تنظيم على مستوى تقريبا ما اقدرش اقول ان هو اقل من اي تنظيم عالمي. زيها زي اي مباراه على المستوى العالمي الكبير جدا، سواء قبل او بعد المباراه.
التنظيم اثناء تسليم الكاس واحتفالات اللاعبين واسرهم في الملعب، ده كان شيء برضو منظم جدا، كل شيء تم بهدوء شديد ونظام رائع جدا. ده مجهود كبير من كذا منطقه داخل النادي الاهلي، من مختلف كوادر النادي الاهلي، منظومه النادي الاهلي الاداريه بالكامل اشتركت في المجهود ده وعملوا مجهود يعني نجح البطوله بشكل كبير، نجح النهائي بشكل كبير جدا، وبخلاف تحقيقنا للبطوله لكن التنظيم الرائع هو في حد ذاته بطوله. دايما احنا متعودين على ده في النادي الاهلي فما بنتكلمش عليه كتير، لكن لا النهارده لازم نتكلم كتير على التنظيم. المباراه انتهت وطبعا المباراه تكتيكيا ليها شكلها وليها طبعها، ومستر مارسيل كولر ادار مباراتين النهائي سواء اللي في تونس او اللي في القاهره ادارهم بشكل جيد جدا، لكن هو خد اللي هو عايزه من مباراه العوده وقدر يحقق الهدف مع مجموعه اللاعبين وتوج بالبطوله ال 12 وده كان المهم. بخلاف المكسب اللي بالبطوله في مكاسب ماليه بعد التتويج باللقب طبعا، كمان هتلاقي الاهلي بيوصل كاول واحد ممثل للدوله الافريقيه او للقاره الافريقيه في بطوله الانتر كونتيننتال اللي هتكون بطوله سنويه لابطال القاره بدلا من كاس العالم للانديه بقى بعد ما اتغير كاس العالم بقى كل 4 سنين بمقاييس جديده وبشكل جديد، هيتلعب ب 32 فريق. كمان كابتن النادي الاهلي او احد كباتن النادي الاهلي رامي ربيعه بيكسر او بيوصل للرقم القياسي 6 بطولات، ده برضو يعني النادي الاهلي بينافس نفسه، وائل جمعه وحسام عاشور كمان بيخش معاهم رامي ربيعه ب6 بطولات دوري ابطال افريقيا. هتلاقي حارس شاب زي مصطفى شوبير بطوله كامله بدون اهداف، شباك نظيفه طوال البطوله، هتلاقي نجاح جماعي للاعيبه النادي الاهلي، هتلاقي لعيبه النادي الاهلي هم الافضل في القاره، وهتلاقي الاهلي بيحقق 4 بطولات من 5 نهائيات على التوالي. هتلاقي الاهلي هو الاسم اللي بيتردد عالميا كبطل في كل العالم عن قاره افريقيا. ارقام كتير جدا حققها الفريق في التتويج بالبطوله دي، لكن كمان جمهور النادي الاهلي جمهور يحرك الصخر، هو الجمهور الاعظم في قاره افريقيا والوطن العربي بلا منافس، جمهور بيتضرب بيه المثل في التشجيع. الدعم والمؤازره كان ورا الفريق من اول اليوم خالص ولحد الاحتفالات في شوارع القاهره. جمهور الاهلي اللي لازم النهارده نقول شكرا من القلب لجمهور الاهلي، الجمهور اللي ليه الدور الابرز على مدار البطوله كلها، ومش البطوله دي بس ومش في لعبه الكوره بس، انت بتروح اي حته في افريقيا بتلاقي جمهور للاهلي، بتروح اي مكان في العالم بتلاقي قاعده جماهيريه للنادي الاهلي، ولذلك دايما جمهور النادي الاهلي والقاعده الجماهيريه بتاعت النادي الاهلي تنجح اي منظومه وتخلي الهدف دايما متحقق، دي حقيقه يعني. تعالوا نروح تقرير عن جمهور النادي الاهلي ونرجع نكمل كلامنا مره اخرى مع حضراتكم. لازم الجمهور يفتخر بالجيل ده اللي احنا الحمد لله كل البطولات اللي بنخش فيها الحمد لله الحمد لله 90% بناخدها، وبقول الف الف مبروك للجيل ده. والله بنشكرهم كلهم بجد، الناس دي بتتعب وبتتعب نفسيا من الماتشات اصلا ومن الضغط، يعني احنا بيبقى علينا ضغط، هم ورا التلفزيون بيبقى عليهم ضغط تاني كبير. وشرفنا النادي الاهلي وشرفنا جمهور النادي الاهلي، فانا بشكر الجيل ده، بشكر اللعيبه كلها، ودايما يا رب معانا كده وفي ظهرنا في اي مكان بنروح، ومزيد من البطولات باذن الله. منظومه النادي الاهلي بجمهوره هي شيء متكامل جدا، والدليل على ذلك ان البطوله القاريه الاهم دايما النادي الاهلي محافظ على وجودها داخل جدران 3 شارع صلاح سليم في الجزيره. الانتصارات ما بتجيش من فراغ، لازم يكون عندك افضل اللاعبين، وكمان يكون عندك مدير فني وجهاز فني على اعلى مستوى، ومدير كوره على اعلى مستوى. مدير الكوره اللي بيوفر كل ده اداره، استقرار مميز جدا، لان النادي الاهلي مش زي اي نادي في العالم يعني، لا الاهلي كيان كبير جدا وجزء من القوة الناعمة المصرية. الأهلي نادي عريق له تقاليده وبيورثها أجيال ورا أجيال، كل اللي عاش داخل النادي الأهلي عارف كلمة تقاليد ومبادئ النادي الأهلي دي مش كلمة وخلاص، لا. وكل الناس في النادي الأهلي ورا حلم واحد بس دايما، الأهلي فوق الجميع، ولكن إحنا بنعيش واحدة من أفضل فترات النادي الأهلي مع مجلس الإدارة بقيادة الأسطورة كابتن محمود الخطيب، وطبعا باقي أعضاء مجلس الإدارة بالكامل، ده بكل تأكيد. بنتكلم عن إدارة متوازنة جدا، واعية جدا. همها الاول والاخير هو مصلحه النادي الاهلي، ومش بس في كره القدم بالمناسبه، لكن في كل الالعاب، ده باين السنه دي جدا يعني. ولان الاداره الحاليه برئاسه الكابتن محمود الخطيب بتوفر كل حاجه لكل الفرق والفريق كره القدم، وصلنا للنجاح اللي احنا فيه ده بجهد وبعرق ولاد النادي الاهلي، بنحتفل النهارده بيه، وجزء من اداره الفريق بيكون رفع الضغط عن اللاعبين والجهاز الفني، ده جزء مهم جدا من اداره الفريق، ودي مش مهمه سهله ابدا. لما تكون مدير كوره في النادي الاهلي ويكون من اول ما تولى الكابتن خالد بيبو منصب مدير الكوره وهو بيؤدي مهام عمله على اكمل وجه، والاجواء داخل الفريق رائعه جدا، وده ظهر وشفناه كلنا في الاحتفالات اللي كانت واضحه جدا بعد بطوله دوري ابطال افريقيا.
شفنا الاحتفالات العائليه من الاسره الكبيره، اسره فريق كره القدم من النادي الاهلي واسر كل لاعب لوحده. كابتن خالد بيبو وصل لكل الراي العام ولكل الناس ان هو شايل الضغط لوحده. انا ما اعرفش الراجل ده استحمل كل ده ازاي، وما اعرفش ليه كان متحامل على نفسه قبل ما يكون بيساعد الفرقه. بس انا ممكن اساعد بس ما اجيش على نفسي يعني، لكن هو لا، ساعد وتحمل لوحده. اشاعات كتير، كلام كتير، يعني يوميا كان بيتقال كلام. النادي الاهلي حصل له دروب تعادل في الدوري ولا اي حاجه يبقى كابتن خالد بيبو، انما النادي الاهلي ياخد دوري ابطال افريقيا ما ده العادي. مدير الكوره بتاع النادي الاهلي ده مش عادي. الاحداث اللي حصلت في نهائي دوري ابطال افريقيا في تونس قبل القاهره، مدير الكوره مش قاعد على الخط بس، مش الراجل اللي بيبقى موجود في الدكه على اداره المباراه بس، لا، مدير الكوره النادي الاهلي دايما دايما على مدار تاريخ النادي الاهلي مدير الكره النادي الاهلي مسؤول مسؤوليه اداريه كامله عن الفرقه. ده لان المجهود اللي بيتعمل مش بس اثناء المباراه، ان اوضه اللبس تبقى متزنه وتبقى حتى لو فيها اي حاجه ما بتطلعش للراي العام ويبقى في جدال على ده ويبقى في اي حاجه تتقال الناس تقعد تتناقش فيها وحصل ولا ما حصلش، ده يبقى نجاح لمنظومه كره القدم في النادي الاهلي ولمدير كره القدم في النادي الاهلي. ان يبقى انت مختفي عنك كل تفاصيل الشغل الفني والشغل الاداري داخل النادي الاهلي ومش سامع عنه حاجه، ده ايضا نجاح لمنظور، وده بالمناسبه ده العادي في النادي الاهلي. بس هو الراجل ده لما جه كانت الناس متفاجئه ليه؟ لان ما كانش حد متوقع ان التدرج الطبيعي جوه النادي الاهلي ان واحد يبقى من اكاديميه الكوره لحد بعد كده قطاع الناشئين لحد ما يكون مدير كره النادي الاهلي، وده شيء وسنه الحياه. كابتن صالح حفيظ ايضا كان ليه دور قبل كده، لكن التدرج ده كان وراه مجهود كبير جدا وواصل لشغل عالي جدا وشغل بان في كل البطولات اللي كان فيها كابتن خالد بيبو الفتره الاخيره. كابتن خالد بيبو بيحتفل بدوري ابطال افريقيا مع الفرقه ومفيش مشكله، مفيش شيء تقدر تقول عليه خلاف او تقدر تقول عليه ان انت اختلفت مع الراجل ده في حاجه، بالعكس انت بس ادي للراجل ده حقه زي ما كنت في الاول جاي عليه بلا مبرر. ما كانش في مبرر للضغط اللي كان شايله كابتن خالد بيبو ده، عمره ما طلع صرح بشيء ولا اتدخل في اي مهاترات اعلاميه، بالعكس كان متحامل وشايل الضغط لوحده. اهلا بيك كابتن خالد بيبو معانا على شاشه قناه النادي الاهلي في 7 دي سبورت. اهلا بيك يا عبد الرحمن، ازيك؟ اتمنى ان انا اكون اديتك حقك في المقدمه لان انت تستاهل اكتر من كده بكتير الحقيقه يعني. وانا عايز اسالك في البدايه، ليه انت شلت الضغط كله لوحدك من الفرقه كلها؟ ما كانش في حد بيتكلم في اي مناسبه بتحصل غير على كابتن خالد بيبو، كابتن خالد بيبو هو اللي بيخسر لوحده وبقيه الفرقه ما بتخسرش. ليه تحملت كل ده؟ والله يا عبد الرحمن طبعا بشكرك على المقدمه وببارك طبعا لمجلس اداره جمهور النادي الاهلي، جهاز فني واللعيبه على البطوله ال 12، بطوله غاليه جدا. كل الناس تعبت عشان خاطر البطوله دي. بس انا قبل ما اتكلم معاك في اي تفاصيل بصراحه يعني ما اخدش معاك في اي تفاصيل، عايز اشكر واحد يعني جندي مجهول بيتعب جدا وبيعمل مجهود كبير جدا وانا يعني بصراحه كنز، ده كنز برضه في النادي الاهلي، كابتن سمير عدلي. طبعا واحد من حقهم مهضوم ويعني ايه اعلاميا يعني، طب هو جوه النادي قيمة دي ملاحظة مهمة جدا منك يا كابتن خالد، وكلنا عارفين قيمته جوه النادي، وكابتن طبعا خطيب عارف قيمته كويس، وهو صراحة يعني كنز كبير، واحد من الناس اللي بتعمل مجهود كبير جدا والشغل بتاعه شغل محترم، وانا بمنتهى الأمانة بتعلم منه حاجات كتيرة جدا. فرصة ان انا معاك النهاردة في قناة النادي الأهلي ان انا يعني ان انا اتكلم على راجل استاذ في شغلانه، استاذ بجد، استاذ عنده تفاصيل كتيره جدا 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 جدا، فانا بشكره طبعا على كل حاجه عملها معايا من ساعه ما دخلت النادي وكل الحاجات اللي انا بتعلمها على ايديه، لانه فعلا استاذ ولغايه دلوقتي بيشتغل بايديه وسناده جوه النادي وبيبذل كل مجهود ان الفرقه تبقى ماشيه بشكل كويس، ففرصه ان انا معاك ان انا اشكره. طبعا هو بقيه الطقم بقى كابتن ماهر ووائل وحسن ورأفت وعمرو واسامه، الصراحه الناس دي تعبت معايا جدا جدا، واحمد فوزي تعبوا معايا الفتره اللي فاتت
لغايه ما ابتدينا يعني نفهم بعض ونشتغل بعض مع بعض بشكل كويس جدا. بس انا حبيت ان انا يعني اشكر الكابتن سمير، لان فعلا حاسس ان الراجل اعلاميا الناس ما بتتكلمش عليه، ورغم ان هو بيعمل مجهود كبير يعني. هو قيمة كبيرة جدا طبعا وتاريخ كبير جدا في الشغلانة دي، لكن انت تصدرت دايما المشاهد اثناء اي دروب داخل النادي الاهلي. الموسم ده تحديدا احنا ما خسرناش حاجة، ماشيين في الدوري، لو خدنا نقاطنا كاملة نبقى اول دوري عادي، دوري ابطال افريقيا لحد النهائي ما فيش اي مشكلة، لكن دايما كان متصدر مشهد اي مناسبة بتحصل كابتن خالد بيبو. تعمدت ان انت وقلت ده، تعمدت ان انت ترفع الضغط على الفرقة بان انت تشيل الضغط لوحدك، طب ليه ما كنتش بتطلع ترد يا كابتن؟ ليه ما هو يعني احنا كانت الامور طبعا مع الخساره بتلاقي يعني لازم يبقى في حد يعني ايه الناس تخبط فيه. فانا كان هاممني جدا ان طالما الفرقه بعيد عن الضغط وبعيد اللعيبه ما تواجهش بقى الضغط الشديد وان هي تاخد انتقادات تاثر عليهم، لان طبعا انت محتاج ان اللعيبه تفوق بسرعه ان هي ترجع تاني بسرعه، وده اللي احنا متعودين عليه في النادي الاهلي، يعني اللعيبه بتقدر ترجع بسرعه وتخش تاني في الجيم. فانا كنت باخد الضغط كله، وبعدين انت هتطلع ترد على مين وعلى ايه، والكلام كله مش حقيقي والكلام كله مش افتراء. فانت مش يعني خلاص انت بتشتغل وخلي الشغل هو اللي يتكلم، انما هترد على مين؟ انت اصلا الناس بتقول كده حاجات كده واصلا يعني انت مش حاجه حصلت، فانت بترد على حاجه حصلت، هترد على حاجه ما حصلتش. يعني واحد بيألف قصه، فانت محتاج ترد على الواحد اللي بيألف قصه، فانت خلاص يعني مش وكانوا موجهين بشكل واضح جدا، كان واضح اي هزيمه للنادي كنت انا اللي يعني انا على طول في وش المدفع، انا اللي ما عملتش. فمش مشكله، انا استحمل، انا خلاص انا يعني لا هو للاسف يا كابتن خالد الناس فاكره دور مدير الكوره على الخط بس يوم الماتش، ما تعرفش بقيه الكواليس. حاجه واحده بس الناس بتشوف مشهد نهائي بس، لكن كابتن خالد بيبو باللي عمله بتونس، الكاميرا الدرون اللي كانت في الملعب، توقف التمرين لحد ما الملعب يترش، الحاجات دي كلها ما حدش عارف عنها حاجه. برضو عايز اكلمك عن كواليس ماتش الترجي هناك، اللي انت تقريبا ما نزلتش الفرقه غير بشروطك في ملعب التدريب. التفاصيل دي يمكن عشان اتسجلت طول كل السنوات بيبقى فيها تفاصيل طبعا. يعني اكبر من كده واصعب من كده، كل مباراه بيبقى فيها تفاصيل اكتر واصعب من كده، بس هي دي عشان اتسجلت واتشافت. انما انت طول الوقت بقى انت طول الوقت بقى في حاجات وفي تفاصيل انت بتحاول تحلها بس انا ما بتكلمش، انا ما بعرفش اسوق لشغلي، لان مش المفروض ان انا اسوق لشغلي، مش المفروض ان انا اقعد كل ما اعمل حاجه اروح لافف على الجرايد كلها وعلى السوشيال ميديا اقول لهم والله انا عملت كذا 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 كذا. ما ينفعش، انا شغلي طول ما انا مش باين، طول ما الامور ماشيه كويس. انما خلف الكواليس طبعا في احداث كتيره جدا جدا بتحصل، احداث كتيره قوي، تفاصيل 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 تفاصيل. يعني انا لو قعدت احكي مش الموقف بتاع الدرون ولا رش الميه، ده اسهل حاجه. يعني انت في سفريات كان فيها مشاكل ومشكله في الطياره ومشكله في حاجات كتيرة جدا، بس انا مش عايز احكي تفاصيل. بطولة افريقيا دي كانت صعبة جدا، ده في طيارة عطلت واتبدلت وبيتنا يوم في بلد تانية ونزلنا تقريبا على الماتش يعني. بس طبعا الناس ما بتشوفش الكلام ده كله، ليه؟ لان هو انا ما بقولهوش، وده طبيعي ان انا المفروض ان انا اقوله، بس انا طبعا ما بقولهوش. الناس دايما بيتفضل لها قصة ان في مشاكل، وان هو بتفضل للناس لانه في ناس قاعدة مركزة 24 ساعة ازاي تطلع خالد ان هو مش كويس، ان هو ما بيشتغلش، ان هو مش مسيطر على ايه، ان هو مش مسيطر. اي تفاصيل غير التفاصيل الشغل الاساسيه اللي انت بتعملها واللي هي، فانت بتفضل للناس حاجات عشان تشوف الراجل ده ما بيشتغلش، انما الشغل احنا في النادي لا، شغل صعب جدا، شغل مش سهل، تفاصيل الشغل كلها كتيره. فلا يعني انا شايف ان انا صح، مش هنجر ورا مجموعه من لا خلاص احنا اتعودنا ان انت بتاخد الكلام لوحدك وتسكت، وده كان شيء غريب بس خلاص اتعودنا عليه. طيب فانا مش هنجر وراهم واقعد على كل تفصيله ان انا ادور على يعني لما يبقى في فرصه حاجه صغيره كده بقولها، انما مش هبقى طول الوقت قاعد بحلل لهم الكذب اللي هم بيكذبوه. فهم ده في قنوات فتحت وناس اشتغلت على حس الحاجات دي يا كابتن، خلي بالك يعني. طبعا في ناس اشتغلت، في ناس مركزه جدا، وفي مقدمين برامج يعني هم انا شخصيا بالنسبه لهم عدو،
يعني فعادي يعني، وانا مش شاغل دماغي خالص، لان انا ما عنديش وقت بصراحه بمنتهى الامانه ان انا اقعد اتفرغ لكل الحاجات اللي بتتقال. المفروض ان 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 انا عندي شغل وعندي حاجات كتير قوي، تفاصيل كتير بتاعت الشغل انا مهتم بيها اكتر من ان انا ارد على كذيب يعني. طيب علاقتك بمستر مارسيل كولر، وهو الراجل اتكلم عن العلاقه دي وقال ان انت ليك دور داعم جدا للجهاز الفني، وعلاقتك بالجهاز الفني بالكامل المميزه اللي بانت في الاحتفال، ودعم مجلس الاداره لهذا الجهاز الفني العظيم جدا اللي حقق تقريبا كل البطولات، وليك انت شخصيا دعم كابتن محمود الخطيب خاص بكابتن خالد بيبو اللي دايما متابعك ومتابع الجهاز الفني بالكامل. احنا بنشتغل كمنظومه، النادي الاهلي هو منظومه واحده، مفيش واحد بيشتغل لوحده، كل واحد ليه دور بيشتغله، كل واحد يعني عنده اختصاصات بيشتغل بيها وبينفذها. في الاخر احنا في الاخر بنبقى كلنا كمجموعه كتيم شغل، كل واحد بيأدي الواجب اللي عليه. عشان كده عمر النجاح ما هيجي من فراغ، لازم دايما النجاح يبقى في منظومه، منظومه اللي بيحطها هو النادي الاهلي ينفذها، في انضاد عين اي حد بيخش في المكان ده بينفذ، مدير فني، لعيب، اداري، مدير كوره، طبيب، هو في المنظومه ليها سيستم وليها نظام، اي اسم هيخش هيشتغل على النظام اللي حطه النادي. عشان كده النادي الاهلي هو اللي بيكسب، مش اي حد، مفيش اي حد فينا هو اللي بيكسب لوحده، النادي الاهلي هو اللي بيكسب، نظام النادي الاهلي، سيستم النادي الاهلي. عشان كده ما في مدربين كتير وكويسين، وفي مديرين كوره كتير، وفي اداريين كتير، وفي لعيبه كتير كويس. هو ايه اللي بيخلي النادي الاهلي مختلف عن كل الناس؟ عشان هو عنده نظام بيحطه وكل الناس بتمشي تحت النظام ده. لا، وبيجيد اختيار الناس الموظفه وتوظيف الناس في الاماكن الصح، دي شيء مهم جدا، انه يختار راجل بشخصيه تليق بمنصب مدير الكوره، ده شيء مهم جدا برضه يا كابتن. يعني طبعا ده رايك، واتمنى ان يعني ان 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 الناس المغردين اللي هم عايزين دايما يصوروا صوره مش جيده، ان هم يبتدي يعاملوا ربنا يعني مش عارفين. يعني انا عارف الناس اللي بتالف قصص ومركزها طول النهار، ده بيناموا ازاي الناس دي؟ يعني ازاي بيجي لهم ربنا يكون في عونهم راحه وهو بينام وبيعادي جدا ان هو راجل بيالف قصه وبيعمل لها احداث يعني ده في لعيبه اتخطفت ولعيبه اتضربت ولعيبه، ده في قصص كتير جدا، ده سيناريوهات اتعملت يا كابتن يعني. لا طبعا، ما هو اي حاجه، بس ما هم بصراحه هم بيطوروا يعني، هم ايه بصراحه مستكفين يعني. الاول لما كانت الفرقه بتخسر انا الفلوس، دلوقتي طب ما هم دلوقتي ما بقاش في رزق شغال، فابتدى ايه يدوروا على حاجه ثانيه، في ابتكار صح، بس بقى تكسب فلا خاطفين فيها برضه، بس بشكل ثاني بقى، اسامي اللعيبه مش عارف مين اللي حصل عمل ايه. بس هو اي حاجه تبقى دايما انت موجود في صوره مش كويسه بالنسبه للجمهور او للاداره او للعيبه، انما احنا زي ما بقول لك كده، احنا في سيستم ونظام محطوط كله بينفذه، مش محتاج ان انا يعني ان انا الف نظام او الف سيستم او ان انا اعمل حاجه عشان ابقى يعني انا مدير. لا خالص، الموضوع اسهل من كده بكتير. الحاجات اللي هم بيطلبوا دي اسهل حاجه في الشغلانه يا شباب، الحاجات اللي الناس بتتكلم عليها اللي هم السوشيال ميديا والناس اللي هم اللي مش حابيني يعني بيتكلموا عليها، دي اسهل حاجه في الشغل يعني. تفاصيل الشغل اكبر من الكلام اللي هم بيقولوه خالص. هم بيتكلموا على الشو، قصدي حضرتك الشو على الخط، الطريقه، الكلام ده كله، ده اللي هم كانوا بيتكلموا عليه شويه يعني. الكلام ده كله ده كلام سهل يعني، مش كلام صعب جدا. بس انت طبعا انت كل العالم ان بيبقى واقف على الخط هو المدير الفني. صح. انت عمرك شفت حد من الاداريين واقف على خط النهار مع المدير الفني؟ ده وجهه نظري. انما بتقف لما بتلاقي الدنيا محتاجه، لما في مشكله، في حاجه لازم هتتدخل بتتدخل، مش هي يعني مش على طول لازم ابقى موجود والناس شايفه. لا، انا بتدخل في اوقات لما كان في يعني حاجه تستدعي انها اتدخل الماتش اللي فات، دخلت الماتش اللي قبليه، دخلت. انما مش على الفاضي والمليان، لازم الناس تبقى شايفاني على الخط. ده ملك للمدير الفني، وهو لازم يبقى موجود، بياخد كل صلاحياته وياخد كل حريته، انما مش هبقى واقف في ظهره طول الوقت يعني. طيب، الفرقه كلها خدت اجازه وباستثناء طبعا اللعيبه الدوليين، لكن كابتن خالد بيبو راح قعد مع الجهاز الفني لمنتخب مصر بخصوص توفير المناخ اللي يخص لعيبه النادي الاهلي اللي راجعين من بطوله كبيره جدا وما ريحوش. تفاصيل ما دار بينك وبين كابتن حسام حسن وكابتن ابراهيم حسن في معسكر منتخب مصر. ما انا مش عايز اخش في التفاصيل قوي، ومش عايز اتكلم في احداث، انما في الاخر احنا
لعيبه موجودين في المنتخب انتظموا في المعسكر وخدوا حل المناسبه، وان شاء الله التوفيق لمنتخب مصر والكابتن حسام ولاعيبه مصر داخلين على فتره مهمه جدا مع المنتخب، فنتمنى لهم التوفيق وربنا يكرمهم يا رب ان شاء الله. طيب خلاص خدنا ال 12 والناس بتسالكم دلوقتي بال 13، وده قدر اي حد بيشتغل في النادي الاهلي، يعني ان هو ما بيلحقش ياخد نفسه او يحتفل حتى بالبطوله، الناس بتطالب بالبطوله بعد. يعني احنا عندنا تحديات كتير جدا، عندنا الانتر كونتيننتال، عندنا بطوله الدوري اللي لسه في الملعب وفرصه الاهلي انها تاخدها، والكاس كمان، في بطولات كتير جدا لسه شغاله خلال السيزون ده، وفي بطوله هنشارك فيها لاول مره اللي هي الانتر كونتيننتال. التحديات دي كابتن خالد بيه مجهز لها ازاي وشايفها ازاي؟ هو اللي فات خلص، احنا ده المبدا صح. اللي فات خلص خلاص، اتعودت انت كمان متربي في النادي يا كابتن، والناس رصيدك عندها كبير، فانت متعود على الكلام ده. اللي فات خلص خلاص، احنا دلوقتي بنركزين في الشغلين. طبعا الناس خدت اجازه، انما احنا يعني موجودين بنجهز للفتره اللي جايه، المباريات مهمه، وعندنا بطوله الدوري احنا على طول راجعين عليها على طول، يعني عندنا فتره صعبة، كل ثلاث أيام مباراة، كمية برضو من المؤجلات كتيرة، هنحاول بقدر الإمكان إن احنا نبذل أقصى جهد، لأن بطولة الدوري مهمة جدا 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 بالنسبة لنا، وهنقاتل عليها لآخر لحظة إن شاء الله تبقى من نصيبنا. بس يعني ما عندناش راحة، ما نعرفش يعني، ما فيش راحة، كل بطولة تخشها هي أهم بطولة، كل مباراة تلعبها هي أهم مباراة، وكل واحد يبقى فاكر ان المباراه دي هي اخر مباراه ممكن يبقى موجود فيها في النادي، فبيطلع كل مجهوده وبيبذل كل ما اوتي من قواه بان احنا ناخد المباراه دي، وبعدين نفكر في المباراه اللي وراها على طول. يعني كابتن محمود الخطيب كلمك كله كده بيقول لك شمعه انطفت وبننور الشمعه اللي بعدها على طول، فانتوا نفس السيستم في كل المكان في النادي الاهلي، يعني مكان كله مميز بنفس الطريقه يعني. طيب كلمه اخيره، كله بيربط ببعض، والشمعه دي ما بتطفيش فبتنور اللي وراها. صح، كل السما بينور اللي وراها على طول. ان شاء الله تكون شمعه جديده بقى في البطولات بتاعتنا، والموسم ده لسه مليان يعني. طيب كلمه اخيره منك لجمهور النادي الاهلي اللي هو كان شكله مبهر في المباراه النهائيه، وكان داعم لكل الفرقه في المباراه النهائيه، كان الاستاد شكله خوف يعني، كان تقريبا اللعيب رقم واحد مش رقم 12. طبعا يعني مهما اقول مش هقدر اطلع اللي جوايا بالنسبه لجمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي طبعا داعم رقم واحد لكل لعيبه النادي الاهلي، وكل من هو بيمثل النادي الاهلي هو الجمهور طبعا هو الداعم بالنسبه له. شكل الملعب كان يفرح بصراحه يعني، انا اتمنى ان انا اشوف كل مباريات النادي الاهلي بالكثافه دي، وان ما فيش كرسي يبقى فاضي ولا في مكان يبقى فاضي لاي من غير جمهور النادي الاهلي. هو نمره واحد بالنسبه لنا، هو يقدر نمره واحد طول العمر، مهما تقول مهما تتكلم، هو اللي حطينا ان انا هو يعني عشان اعمل المكالمه دي معاك دلوقتي طول الوقت. هو النادي الاهلي طبعا سبب رئيسي في ان احنا نبقى دايما بنتكلم على الانجازات وبنتكلم على البطولات وبنتكلم، احنا البطولات دي بتاخدها عشان الجمهور واقف في ظهرك وبيساندك وبيساعدك، فاتمنى دايما ان هم يبقوا مبسوطين ويبقى عندهم دايما البطولات وكله يبذل مجهود عشان ان شاء الله دايما نبقى محافظ على صداره اي حاجه احنا بنخش فيها. طيب في رساله عندي محمله من كرو قناه النادي الاهلي اللي بيكون معاكم في المباريات الخارجيه، ده كروري واحمد يحيى والناس اللي بتكون موجوده كلها الحقيقه يعني، هم بيشكروك، وفاروق صلاح طبعا مراسل قناه الاهلي، هم بيشكروك دايما على دعمك ليهم ومساعدتك لكرو قناه النادي الاهلي اللي ممكن من غير كابتن خالد بيه ما يطلعش الشغل ده كله يعني. لا طبعا انا مقتنع تماما ان كل اللي بيبذل مجهود لازم تقف معاه وتساعده، ما ينفعش ان واحد يبقى جاي وطالع مكلف ومحتاج ان هو يعمل شغل، وهو كمان شاطر محتاج ان هو يعمل شغل بشكل كويس جدا، انت تقعد تصعب عليه الدنيا. انا شغلي ان انا اسهل الدنيا على كل الناس، شغلي ان انا اي واحد عايز يبذل مجهود عايز يطلع شغل بشكل كويس واقدر اساعده لازم ان انا اساعده. فكرو النادي الاهلي بصراحه بمنتهى الامانه بيزيروا مجهود كبير جدا 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 عشان يطلعوا احسن صوره. مش عايز اقول اسماء طبعا، ده كروري وفاروق، مش عايز اقول اسماء عشان بس ايه نسيت حد، انما كلهم بصراحه بيتعبوا بشكل قوي جدا 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 عشان يطلعوا صوره كويسه لجماهير النادي الاهلي.
وقناه النادي الاهلي دي نمره واحد عندنا، ونتمنى دايما ان هي تبقى دايما متصدره المشهد، فلازم نساعدها ان هي تخرج بشكل كويس. كابتن خالد بيبو، احنا بنشكرك جدا على التواجد معانا النهارده، وفعلا مدير كره النادي الاهلي اللي تصدر المشهد في اصعب المواقف السنه دي، لكن حقيقي يستاهل ان احنا نقول له الف مبروك على بطوله دوري ابطال افريقيا. يعني انا عايز اشكر معلش اولا ناس كتيره جدا جدا جدا، اتفضل يا كابتن. يعني استاذ ايهاب وكابتن اسلام والبنوبي طبعا حبيبي وراجل من الناس المحترمه جدا يعني، فبشكركم طبعا على المجهود اللي بتعملوه، ودايما ان شاء الله تطلعوا صوره جيده عن النادي الاهلي. شكرا لك كابتن خالد، وشكرا لتواجدك معانا النهارده في 7 دي سبورت. انا عارف ان انت تعبان يعني من الموسم الشاق او البطوله الشاقه، وكانت مداخله مهمه فيها كلام مهم جدا، اطمنا منها كمان على اللي جاي في النادي الاهلي. نتمنى كل التوفيق لفرقه الكره في النادي الاهلي ان شاء الله في البطوله اللي جايه. احنا لسه عندنا موسم طويل جدا، ولسه في 7 دي سبورت عندنا النهارده كلام كتير جدا، لكن نطلع فاصل صغير ونرجع نتواصل مع حضراتكم مره اخرى. بادارته التنفيذيه، بموظفين النادي، ما جابوش حد من بره، يعني الاداره التنفيذيه مع طبعا مجهود شركه الكوره مع كل الكلام ده كله ما كانش سهل ابدا، فكان لازم الصوره اللي احنا شايفينها دي الاداره التنفيذيه مع مجلس اداره النادي الاهلي، دول الاداريين بالموظفين زي ما حضراتكم شايفين كده، ده شيء يشيد بيهم الكابتن محمود الخطيب بقوه عشان خاطر الناس دي انت بتتكلم على شكل مبهر، شكل مش طبيعي. وتنظيم الاداره التنفيذيه ده مش بس في نهائي دوري ابطال افريقيا، لو بصيت للبطولات اللي تم تنظيمها داخل النادي الاهلي هتلاقيها بنفس الكفاءه وبنفس الجوده، وبولاد النادي الاهلي طبعا بيبقى في لجان مخصصه لده. كل الكلام ده بيتعمل في اي مناسبه تخص النادي. تعالوا نشوف تقرير بالكلام عن منظومه النادي الاهلي والاداره التنفيذيه. مش عايز انسى كمان اتكلم عن المدير الفني للنادي الاهلي مستر مارسيل كولر، الراجل اللي في 101 مباراة 101 مباراة 8 بطولات، 8 بطولات من 101 مباراة، ده رقم كبير جدا. رصيد مستر مارسيل كولر قبل النادي الأهلي ببطولتين، فإضافة النادي الأهلي ليه 8 بطولات في 101 مباراة ده شيء إعجازي، إعجازي بمنتهى الكلمة. طب عايز أتكلم كمان عن نقطة مهمة، الجهاز الفني مع مستر مارسيل كولر بالكامل. الحقيقه ان الناس قايمه بمجهود رائع، الكابتن سامي قمصان اللي ليه دور واضافه حتى نفسيه مع اللعيبه انا بلاحظها جدا، واي حد رياضي عارف ان الدور بتاع كابتن سامي قمصان مش بس دور فني، لا، رغم ان مستر مارسيل كولر مثلا اتكلم عن دوره الفني وقال ان هو كان صاحب فكره ان البديل بتاع علي معلول كريم فؤاد يبقى هو كريم فؤاد، غير ادوار تانية كتير، مدرب حراس اللي قدر يعد مستر ميشيلي، انا كنت طبعا قدر يعد مصطفى شوبير نفسيا قبل فنيا ان هو يوصل للمرحله اللي هو فيها دي، ده شيء مش سهل. اذا مستر مارسيل كولر الراجل عرف يختار كويس قوي الناس اللي معاه، عرف كمان ان هو يهيئ لاعبيه
في الظروف وضغط المباريات الكتير اللي ورا بعض دي جوه موسم صعب جدا ان هم يوصل بيهم لنهائي دوري ابطال افريقيا ويفوز بدون ما يكون في مشاكل فنيه ملحوظه، رغم ان انت كل ماتش كان بيبقى عندك نقص. فالحقيقه هو راجل لا ادار بطوله دوري ابطال افريقيا بشكل رائع جدا. كمان كان ليه دور غير الدور الفني وغير الدور النفسي، انا شايف ان هو قدم لمنتخب مصر مجموعه من الشباب اللي لا اتاخد منهم ناس ولسه هيتاخد منهم ناس اكتر وهيعتمد عليهم جيل جديد للنادي الاهلي فتره كبيره قدام. ده راجل عرف يختار مجموعه من الناس تختار له كمان من الناشئين، عنده راجل مجهز في مساعد من ضمن مساعدين مستر مارسيل كولر عينيه على الناشئين بس يشوف مين يطلع ومين يبقى ليه دور دلوقتي ومين يتم تجهيزه بعد كده. فراجل بروفيشنال جدا، عجبني جدا في ادارته للمباراه ان هو مدي كل مساحه للمباراه وقتها. يعني لعب في ماتش مثلا الترجي في تونس هناك 90 دقيقه راقيه جدا، هو خد اللي هو عايزه من المباراه، لعب بالشكل اللي شايفه كويس هو، رغم اصابه علي معلول في اول المباراه كان البديل حاضر، كان بيعتمد على علي معلول خلي بالكم في شكل هجومي، كان ممكن نكسب في تونس لو علي معلول ما كمل المباراه دي لان هو كان بيعتمد عليه في الشكل الهجومي بشكل مختلف يعني. فبالتالي لا الراجل ده حقيقي لابد ان يتم تقديم الشكر ليه. وتعالوا نشوف تقرير عن مستر مارسيل كولر وجال وحددوا المواعيد بين الاهلي والاتحاد زي ما حضراتكم شايفينها معانا على الشاشه كده اهو. المباراه الاولى هتبقى يوم الخميس 6/6، المباراه الثانيه هتبقى السبت 8/6، والمباراه الثالثه 2/10/6، وبعدين اخر مباراه هتبقى الاربع 12/6، والمباراه الخامسه يوم 13/6 يوم الخميس. طبعا الاتحاد كسب سبورتنج في الدور نصف النهائي بنتيجه 3-0، انتهت المباراه الاولى بفوز الاتحاد 89-75 والثانيه بفوز الاتحاد 68-63، وانتهت المباراه الاخيره 88-78. اما الاهلي فتاهل على حساب الزمالك ب 3-0 ايضا في نصف النهائي، وفاز 79-60 في المباراه الاولى و76-71 في المباراه الثانيه و83-80 في المباراه الاخيره. طبعا مهم جدا ان انت تفضل محافظ على ان انت بتاخد كل البطولات في كل الالعاب. يمكن انا بشكر برضو كابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي في النادي الاهلي لانه قدر الحقيقه يعني ياخد معظم البطولات اللي دخلها في كل الالعاب الاخرى باستثناء بطوله او بطولتين بس اللي وقعوا مننا يعني، انما في مثلا الفولي رجال كل البطولات اللي شاركوا فيها خدوها، الباسكت على وشك بس طبعا البال كان فيه دروب يعني، وكل الالعاب الجماعيه وحتى الفرديات في النادي الاهلي كله الحقيقه يعني شغل في النشاط الرياضي على اعلى مستوى بجد يعني، وانا اتمنى ان ده يستمر ان شاء الله في الفتره اللي جايه. ونتمنى ان دوري السوبر النهارده ان شاء الله يتوج سيدات السله بدوري السوبر السله بنات، والسله رجال قدامنا فرصه ان شاء الله بيست اوف 5 في دوري السوبر سله رجال. تعالوا بقى نروح لمنتخب مصر. احنا عندنا لقاءين يقربونا بنسبه 80% من كاس العالم، وخلاص احنا بندعم كابتن حسام حسن في الاختيارات اللي اختارها، في تساؤلات كتير جدا والناس كلها بتتكلم وما عندناش مشكله في ده، لكن خلاص انت على اعتاب ان انت تبقى مشاركتين. ماتش بوركينا فاسو ده ماتش مهم جدا جدا، وانت خلاص تم طرح التذاكر، شركه تذكرتي اعلنت ان هي هتفتح باب التذاكر للدفعه الثانيه لمباراه بوركينا فاسو، ان شاء الله هتبقى سعر التذكره الثالثه 75 جنيه، الثانيه 100 جنيه، والاولى 200 جنيه، والمقصوره 500 جنيه. وده حافز كويس، احنا عايزين الحضور اللي كان في ماتش الاهلي وفي ماتش الزمالك في الكونفدراليه وبطوله دوري ابطال افريقيا يبقى موجود مع مباريات منتخب مصر عشان نتاهل لكاس العالم. ده شيء مهم جدا. انت عندك ماتشين يقربوك بنسبه 80%. سيبنا بقى من اختيارات كابتن حسام، سيبنا من الكلام ده كله، احنا الدعم الجماهيري مهم جدا. لازم يكون في زي ما الاهلاويه بيلتفوا حوالين الاهلي والزملكاويه بيلتفوا عليه، لازم كل المصريين يلتفوا حوالين منتخب مصر في الفتره دي، فتره مهمه جدا. وانا مش هستهوم مباراه بوركينا فاسو او اي مباراه، انت عندك ماتشين مهمين لكن مفيش استهانه باي خصم هيقابلك، مفيش خصم في افريقيا سهل فعلا. مهم ان انت تحافظ على المكسب في ماتشين مهمين وتحصد المكسب في الماتشين حتى اللي خارج ارضك، لان ده يضمن لك زي ما قلت بنسبه 80% ان انت توصل لكاس العالم. كمان المنتخب الاولمبي، هو عايز اتكلم بس عن المنتخب الاولمبي ده لانه برضو حضروا ماتشات للمنتخب الاولمبي. احنا كنا الحلقه اللي فاتت تقريبا او اللي قبلها اللي فاتت كنا بنقول ان احنا محتاجين ماتشات للمنتخب الاولمبي عشان يبقى جاهز للاولمبياد وتكون مع نفس المدرسه اللي انت رايح تلعبها، اسيا امريكا اوروبا. فالناس مشكورين فكروا فعلا ان هم يعملوا ماتشات، بس عملوها مع مدرسه انت لعبتها 100 مره في بطوله افريقيا وفي التصفيات ومش مشاركه معاك في المجموعه، انت بتعمل مع كوت ديفوار اللي هي منتخب افريقي زيك وممكن ما تقابلوش في الاولمبياد اصلا. فين التجهيز؟ انت هتلعب اسبانيا مثلا فريق اوروبي،
واوزبكستان من اسيا والدومينيكان من امريكا، ثلاث فرق من ثلاث مدارس مختلفه. سهل جدا ان انت تعمل ماتشات مع فرق من المدارس دي، بس لما تكون مرتب من بدري. نقطه مرتب من بدري دي نحط تحتيها خطوط كتير كده، لان انت الموضوع والله موضوع اداره. انت معاك مدرب كويس على فكره، ميكالي ده خد قبل كده اولمبيات مع البرازيل وعنده ميداليات وبتاع، وراجل ليه سي في قوي يعني، وعندك مجموعه لاعبين مميزه وفيها ناس بتلعب في فرق درجه اولى دلوقتي وفيها ناس محترفين وفي كل التفاصيل اللي انت محتاجها عشان تعمل شكل كويس في الاولمبيات وتوصل لمرحله كويسه. انما الناس دي لو ما استعدتش كويس، وانا قلت الكلام ده الحلقه اللي فاتت برضو للي بيتفرج علينا، يعني انا قلت لازم الجيل ده يتم تجهيزه ان هو يروح الاولمبيات يكسب. على فكره الفرق اللي انت هتلعبها مش سهله والله، ده منتخب اسبانيا ده من المرشحين على طول ان هم ياخدوا اولمبيات. فانت المدرسه الاوروبيه فيه منتخبات كتير جدا، المدرسه الامريكيه فيه منتخبات كتير جدا، ومدرسه اسيويه وعندك فرق قريبه منك كمان في المدرسه الاسيويه تقدر تتواصل معاهم بسهوله. لكن انا ما اعرفش ايه اللي بيحصل وبيحصل ازاي، ان انت مدرب اكيد ليه طلبات اكيد، وهو طلب ماتشات معينه، فانت لو تروح محضر له ماتشين مع كوتيفوار ده كلام يا جماعه؟ ازاي كوتيفوار فرقه افريقيه وانت منتخب افريقي ولسه انتوا مخلصين، انت متاهل من بطوله دوري ابطال من بطوله افريقيا، فانت لاعب على الاقل ملاعب 10 15 منتخب افريقي ما بين ماتشات وديه وما بين التصفيات. حاجه غريبه جدا جدا، يعني حاجه غريبه. اتمنى ان انتوا تعملوا للمنتخب ده حاجه. تعال نشوف انفوجراف مع بعض كده، انفوجراف مهم نشوفه ونرجع لحضراتكم مره اخرى. طيب كانت حلقه النهارده بنحتفل فيها ببطوله دوري ابطال افريقيا، والحمد لله ربنا يا رب ما يقطع لنا عاده يعني ان احنا كل شويه بنحتفل ببطوله دوري ابطال افريقيا. انا بقيت احب الكاس ده قوي يعني، ومتعلق بيه الحقيقه يعني، اكتر كاس ظهر معايا، فيعني ربنا ما يقطع لنا عاده. كانت مداخله كابتن خالد بيبو من المداخلات المهمه جدا اللي كان لازم ندي الراجل ده حقه فيها، هو ادى ناس حقها، اتكلم عن كابتن سمير عدلي واتكلم عن المنظومه الاداريه داخل فرقه الكوره في النادي الاهلي، كان شيء مهم جدا ان احنا نعرفه. اتكلم كمان انا ان كانش الضغط مضايقه، واتكلم عن حاجات كتير كان عليها تساؤلات كتير جدا، وبشكره على وجوده معانا النهارده. الحمد لله رب العالمين يعني، ربنا ما يقطعنا عاده نحتفل بالكاس دايما، واحنا ان شاء الله هيبقى معانا احتفالات تانية وبطولات تانية في الحلقات اللي جايه. استنونا دايما في 7 دي سبورت عشان نحتفل بالبطولات. وفي الختام خير سلام.